خلينا نروح سريعا ل اخبار النادي الاهلي. الحقيقه متعب، ويعني واحد من اقرب الناس الى قلوب كل الاهلاويه وسيظل كذلك. متعب، انا شخصيا تشرفت بان انا اتواجد معاه 4 5 سنين في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ومتعب من الناس اللي جمهور الاهلي بيحبها جدا. انا عايز حضراتكم بس، وانا بقول لحضراتكم وبوجه كلامي لكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه، لان هذا الرجل كل جمهور مصر بيحبه الا بعض الناس. يعني متعب، هم قله طبعا معروف ليه، لكن متعب كويس. متعب عنده شويه مشاكل كده خفيفه في عينيه بيعملها، وان شاء الله ان شاء الله. انا هقول لحضراتكم سر على الهوا، انا اقول لحضراتكم سر على الهوا، ويمكن انا يعني مش المفروض ان انا اقول كده، ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا دايما لما باجي اتكلم معاكم بتكلم معاكم من قلبي. من المفترض كان متعب هيكون متواجد معايا في البيت الكبير بكره ان شاء الله، ولكن انا شخصيا بالاتفاق مع عماد خلينا قلنا لا، خليه يطلع في وقت يكون جسمه هدي شويه، من هو تخنان شويه متعب اليومين دول، فالناس حاسه. لكن هو كويس وزي الفل وما عندوش اي مشكله، وزي ما قلت لحضراتكم كان من المفترض ان يكون معايا على الهواء مباشره، ولكن بكره يعني. ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا اتفقت ان احنا، انا اللي اتفقت مع متعب الحقيقه ان احنا ناجل هذا الموضوع لغايه لما جسمه يقل شويه، علشان الناس تشوفه بصوره افضل من الصورة اللي هو كان عليها في آخر مرة كان متواجد فيها. فإيه اللي حصل النهاردة؟ لعيبة النادي الأهلي وبمنتهى الحب وبمنتهى الود وبمنتهى الاحترام مسكوا تيشيرت عماد متعب، معرفش الصورة اتفضلوا، مسكوا تيشيرت عماد متعب ورقم عماد متعب، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، سعد سمير، الشناوي، رامي ربيعة، على هامش مران النادي الأهلي النهاردة. هو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده البيت الكبير، هو ده لعيبه النادي الاهلي واحترامهم لكل الاجيال. لسه كان سمير بيورينا دلوقتي اجيال بتسلم اجيال. بالفعل عماد متعب سيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه، وهو زي الفل. انا مش عايز اقول عليه كلام كتير وكلام كبير وبتاع، لكن هو زي الفل يا جماعه ما تقلقوش، وعايش حياته بشكل جيد جدا، ما عندوش اي مشكله. هو بس ايه الوزن الزياده شويه، فهو قال ان هو هيعمل دايت خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله يبقى كويس. لكن هو الحمد لله الحمد لله ما عندوش أي حاجة، بيحس ببعض التعب، فقال إن هو هيسافر بره مصر خلال الفترة القادمة لما الدنيا تفتح شوية يطمن على نفسه. لكن هو الحمد لله يعني ما عندوش أي حاجة تخلينا نبقى قلقانين أو كده. عماد متعب كلنا بنحبك وكلنا هنفضل دايما في ظهرك وهننتظرك في قناة النادي الأهلي. موسيماني ايضا بيحاضر اللاعبين بالفيديو في مران النادي الاهلي. انا الحقيقه النهارده كنت متواجد في النادي واتفرجت على المران، قد ايه اللعيبه مركزه، قد ايه ما عندهاش تفكير في كل الكلام اللي بيحاول البعض يصدره ان الترجي ده كذا والمش عارف ايه. لا النهارده الحقيقه كان كل اللاعبين مركزين، المدير الفني مركز، بعض الجمل وبعض الامور طبعا مش هينفع تتذاع، ولكن في النهايه موسيماني بيعمل إن عايز يكسب المباراة اللي جاية، عايز الناس بتموت نفسها ومركزة فقط علشان تكسب المباراة القادمة. بص حضرتك على اللاعبين، بيضحك بس مركز، بيحاول يطلع نفسه من الضغط اللي موجود عليه، ولكن هو عارف إن مباراة يوم السبت هي لسه المباراة، الشوط الأول انتهى في تونس، وإن شاء الله مباراة يوم السبت القادم هي المباراة اللي هتفصل هل النادي الاهلي هيصل للنهائي ان شاء الله ولا من الممكن لا قدر الله لا قدر الله يحصل حاجه تانية. فبالتالي احنا عايزين كل اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين مركزين في الملعب، مركزين مع مدربهم، المدير الفني بيتسو موسيماني الحقيقه عمل شويه حاجات النهارده كده. انا كنت قاعد بتفرج على التمرين النهارده وكان اتبسطت جدا قد ايه اللعيبه مركزه وقد ايه اللعيبه مش عايزه حاجه غير ان هي تكسب ان شاء الله ان شاء الله المباراه القادمه. محمود متولي لاعب الفريق الاول لكره القدم اهو قدام حضراتكم في النادي الاهلي، بينتظم في مران النادي الاهلي. جاله كان تعبان شويه الفتره اللي فاتت لما حضراتكم تفتكروا، لعب مباراه وجاله شويه شد، وجاله شد في العضله
الخلفية، ولكن الحمد لله نزل تمرين النهاردة وأصبح متاح أن هو يكون متواجد مع النادي الأهلي في المباريات القادمة على حسب الرؤية الفنية. على الجانب الآخر، أحمد رمضان بيكم جلسة جيم وتدريبات تأهيلية على هامش ميران النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين بيكم يعني كل جمهور النادي الأهلي بينتظره، وإن شاء الله إن شاء الله يكون متواجد مع الفريق خلال المباراة القادمة. ايضا اكرم توفيق وبدر بنون بيشارك في المران الجماعي النهارده للنادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم ايضا ان بعثه الترجي التونسي ستصل الى القاهره يوم الخميس المقبل. وده كان اخر اخبارنا النهارده، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، واحده من اهم المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي. ان شاء الله اللعيبه تبقى مركزه في الملعب فقط، بعيدا عن كل الامور الاخرى اللي احنا عمالين نسمعها، احنا موجودين هنا وكل برامج قناه الاهلي موجوده للدفاع والحفاظ دائما على اسم النادي الاهلي.